سلام الله عليكم اجمعين، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. انتم تشاهدوا الفيديو تاع اليوم. اليوم درنا فيديو لي غوسي تاع لانوا كوكو، يجي هايل 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 وشباب، واحد المذاق فيه خاصه عشاق نواة كوكو. اللي يبغوا نواة كوكو غادي يجي روعه. نتمنى ان شاء الله يا ربي ديروا ثقه وتجربوه. انا زربت قطعتها قبل ما تنشف الطليه تاعها باش نوريكم الشكل النهائي. سينو نتوما خلوه يطول باش تقطعوه بدون اطاله. ندخلوه في المقادير. عن بسم الله 250 غرام تاع زبده تكون طريه، 10 ملاعق تاع فرينه، 250 غرام سكر كلاصي، عندي 250 غرام تاع نواه كوكو. مادا بيكم ديروها رقيقه، انايا تاعي شويه غليظه، بصح مادا بيكم ديروا نواه كوكو هذيك الناعمه شويه. عندنا 6 بيضات من بعد نفصلهم، وعندي ليمونه، وعندي لوزاس تاع الليم، وعندي سكر كلاصي 250 غرام واحده اخرى باش نديرها للطليه. كي تتبعوا معايا تشوفوني كي خدمت هذه الطليه بالليمون. فصلت الصفار عن البياض تاع البيض، درت هنايا البياض وحده، غادي ندير له رشه تاع ملح خفيفه وغادي نطلعها وحده حتى يولي ايموس بيان فيرمي. خليت هذاك لاموس تطلع، او ميم طو غادي نجي نديروا الخلطه الزوجه تاع لانوات كوكو. نديروا 250 غرام تاع الدهان مع 250 غرام تاع سكر مع 250 غرام تاع لانوات كوكو، نديروهم كاع مع بعض ونخلطو مليح الخليط. حتى نتحصلوا على عجينه طريه متماسكه. خلطوا مليح بيدينا، هذاك الدهان يكون دايب، يكون بحراره المطبخ ما يكونش قاسح. شوفوا خلطته مليح كيما هكا، وهذا لاموس، هذا بياض البيض اللي طلعته بالملح. شوفوا كي ولا على هذه الطريقه. دروك هذه العجينه تاع نواة كوكو اللي درتها نبقى نضيف لها في هذاك بياض البيض غير بشويه. في الضربه الاولى غاديش يدخل بالخف الاخر، ما غاديش يدخل بالخف البياض في وسط العجينه تاع نواه كوكو، بصح تساح فيه غير بشويه. ما غاديش، غادي يجيك شويه العجينه تاع نواه كوكو تجيك شويه قاصحه ولا، بصح هي تسيسيها غير بشويه ويدخل غير هذاك بياض البيض في وسط العجينه. تساح فيه كيما هكا غير بشويه هذيك العجينه، وتعاودي تضيفي تاني شويه تاع شويه تاني تاع لاموس فوقها، وتقعدي تخلطي، ومن بعد غير بشويه بشويه حتى يولي هذاك النواه كوكو تاعك يولي يطرى، ما يبقاش كيما هكا شاد روحه، يولي يطلق شويه. ان شاء الله برك الشرح تاعي يكون مفهوم. من خطرات شويه الشرحيه. شوفوا دروك صاي اختفى هذاك البياض البيض. دروك نزيد شويه تاني، هذه الكميه تاع 6 بياض بيض نديرها على 5 فوا ولا 5 مرات. ما بغيتش نكوبي الفيديو هنايا غير باش تشوفوا باللي، باش تشوفوا القوام تاعك يكون داير، القوام تاع العجينه تاع نواة كوكو كي تكون دايره في المومو اللي نكون نزيد فيها داك بياض البيض. كيما هكا بشويه ونكرر نفس العمليه، نفس العمليه حتى نكمل كاع هذيك لاموس نضيفها للعجينه تاع نواه كوكو. شوفوا هنا كي تبان لكم العجينه باللي طرات ماشي كيما كانت. شوفوا كيما ماشي كيما كانت الضربه الاولى متصلبه. هنايا نديروا 10 ملاعق تاعنا تاع الفرينه، ما تكونش الملعقه مملوءه كيما الجبل، بصح تكون مليحه، ما ملعقه يعني مملوءه عادي. تقسمي هذيك الفرينه اون دو ولا اون تخوا فوا، تزيديها على هذاك الخليط على نواه كوكو. يعني سهله، ما فيهاش خطوات زعما كاينه كبيره بزاف ولا كومبليكي ولا فيها مقادير بزاف ولا، وميم طو تجي شابه بنينه ولذيذه. سورتو هذوك اللي يبغوا نواه كوكو كيما انا نبغي نواه كوكو، جو بريفير لي كاطو تاع نواه كوكو بزاف.
شوف الفريق الملعقه كيش تعمريها قدن هكا، والله كيما هكا ديري ملاعق تاعك تاع العشرة. نستمر في هاد الطريقه حتى نكمل كاع هذوك الكميه تاع الفرينه اللي راهي عندي اللي هي 10 ملاعق. وهنايا نجيب عندي بلا نفرش عليه ورق الطبخ وندير عليه هذيك العجينه ونبقى نفرشها كاع فوق هذاك البلان. هذا البلا ما غاديش جاني كبير بزاف، ما عنديش بلا اللي يتوالم مع هذه الكميه، عندي بلاوات يا صغار بزاف يا كبار بزاف. على هذيك شوفوا الطريقه اللي ابتكرتها هنايا باش نطيب هذا الكاطو تاعي. وهذا الكاطو لازم ديريه ما ديريش كيما هكا في الوسط، لازم يكون ديريه في بلا يكون هكا الحواف تاعه ملمومين، يا اما يكون كاغي يا اما يكون مستطيل يا اما يكون غون كيما هكا. بعد اللي فرشت كاع هذيك العجينه تاعي نفس المستوى درته كيف كيف، دروك لو كان نزيد نفرش العجينه في الصني غادي تجيني رقيقه بزاف. على هذيك خليت هذاك المرسو باين، غادي نطبق هذا البابي الومنيوم نديرها هنايا. فوالا شوفوا كي نديرها باش ندير لها شغل تبقى لي كي لحد هكا تاع الصني. ان شاء الله برك تكونوا فهمتوني علاش درت هذا الكيفيه. نتوما الا كان عندكم البلا تاعكم تناسب مع الكميه تاع العجين سي با لا بان نديروا هذه المرحله اللي ندير فيها انايا. درت لها كيما الجدار كيما هكا باش يشد لي هذيك العجينه ما يخليهاليش تسيح وتسيل وتهود. فوالا كيما هكا يجي هذا الكاطو من بعد غادي يتقطع ما غاديش يقعد كيما هكا مخصو. وندوها للفرن طيب ونخدمو الطليه. عندي هنايا صفار البيض بيتنا كنت قلحت البياض، دروك ديت الصفار باش ندير به الطليه. هنايا يدي عاود ضرتني من قضيت بها اليوم بزاف، عاود ضرتني لازم نزيرها بحاجه. على هذيك عفوا راني دايره هاد لابوند ليدي. انا بعد اللي رابيت هذيك الليمونه زدت حصرت العصير تاع الليمونه زدت حصرتها على هذا البيض، ودروك ندير هذا ليكستري غير هكا نص ملعقه صغيره ماشي بزاف باش يعطيني الكو تاع الليمون. فوالا نقعدوا نخلطوا في هذيك ستة صفار بيض ونزيدوا لهم هذاك السكر بالتدريج. هذاك السكر راه 250 غرام تاع سكر، سكر كلاصي سكر رطب باش نديروا به الطليه. تجي طليه شابه وتجي بنينه، تجي فيها لوكو تاع الليمون تجي مانيفيك. نقعدوا نضيفوا في السكر بالتدريج بالتدريج حتى لي نكملوا هذيك 250 غرام تاع السكر اللي تكون عندنا. نشوفوا الخليط يضاعف الحجم تاعه، هذا الصفار يزيد الفوليوم تاعه ومام تو لاكولور تاعه تولي بيضاء يبيض شويه في لاكولور. نحبسوا نعرفوا بلي الطلع تاعنا راه واجد. صاي هنا كملت كاع الكميه تاع السكر اللي كانت عندي، شوفوا الخليط كي بياض. وهنا جبت الحلوه من الفرن خليتها بردت، هنا راهي بارده تماما تماما. دروك ندير عليها هذاك الطلاء، شوفوا كي ولا القوام تاعه واللون تاعه، هذاك الصفر تاع البيض مع السكر الرطب مع سكر كلاصي. ندير كاع الكميه اللي عندي ونفرشها على طبقه متساويه. هو اصلا هاد الطليه راهي طريه غادي نروحها بشويه بشويه، هي بروحها تفرش غايه فوق الكاطو وتشد روحها. وصفه شابه، كاطو بنين ما شاء الله، خفيفه تجي خفيفه بزاف لخاطرش ما فيهاش فرينه بزاف، 10 ملاعق برك تاع فرينه تجي خفيفه على الاستوما. ان شاء الله يا ربي تجربوها هذا مكان سيختو اللي يبغوا الكو تاع الليمون واللي يبغوا الكو تاع نوات كوكو، ان شاء الله يا ربي تجربوها.
وغير في غرضك ما تخافيش ينشف لك بالخف ولا يبس ولا لا، خاطر شي ماشي كيما الفوندون تاع الميلفاي ولا حاجه واحده اخرى هكا لازم كي تديه تسوي تسقديه ولا تخري عليه، هذا عندك في غرضك، ولا كيما الكاناش ولا في غرضك تسقديه في غرضك. واخر مرحله هنا هي تاع الشوكولا، دوبي شويه تاع الشوكولا كيما هكا وديري بها هذا التخطيط هكا خطوطه. وبالكيردون ولا بأي حاجه عندك متوفره هكا في الدار نزوقوا هذوك الخطوط. فوالا ودروك تخليها تنشف حتى الغدوه من داك باش تقطعيها، ولا تخليها ديريها الصباح تخليها حتى الحشيه باش تقطعيها، باش هذاك الطلاء ينشف غايه وما يسيلكش مين تقعدي تقطعي فيه باش يدي وقته باش ينشف. فوالا هاي بنا النتيجه النهائيه تاع الكاطو، شوفوا خرج داير ما شاء الله شباب بزاف. نتمنى باش تجربوا هاد الوصفه، راني عارفه اللي تبغي لا نواط كوكو غادي يعجبها، بصح سيختو خلوه ينشف باش تقطعوه. انا نشفته ما عطيتهش الوقت بزاف ساعتين ولا، ونشفته غير باش نوري لكم النتيجه النهائيه والشكل تاعه. وانتم احرار مين تبغوا تقطعوه دي كاري ولا دي بتي مورسو ولا غون مورسو كيما تبغوا. نتمنى الفيديو تاع اليوم كان خفيف عليكم وعجبكم، ما تنساوش الاشتراك في القناه تفعيل الجرس باش يوصلكم كاع جديد، وصلكم وصفات جديده وباش تعمل فائده على الجميع. واللي يبغى يبارطاجي بارطاجي الفيديو. ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى الفيديو القادم إن شاء الله.